عم تقول انك جبت الاسلحة؟ وين المصاري يا مراد؟ وين البير؟ بالامان. والمصاري كمان بامان. مين اللي دافشك علي يا مراد؟ انا اللي بدي اعرف مين مخلي بلوي مثلك بهي البلد. صدقني رح اعرف. انا خدمت هذا البلد بكل اخلاص وشرف وامانه. فيك تقلي ليش تركت هالشرف؟ انا ما تركته ولا رح اتركه حتى موت. ظافر، رح اعطيك مصاري قد ما بدك. يلي معي مصاري مو اسلحة، مصاري قد ما بدك بشرط تترك الشباب. انت مانك حاسس بالخطر؟ مشان نتجاوز ونعيش بامان رح نجند الشباب والاطفال والنساء، كلهم رح يكونوا بخدمة هالبلد. بدل ما نعيش تحت الوصاية، الموت اشرف إلنا بكتير. بهالفلسفة والكلام الفاضي عم تأثر على الناس؟ هاد كذب؟ طبعا كذب. هاي مو أول مرة بيكون للدولة أعداء، ورح يضل في أعداء للأبد. بس أنت وأمثالك ومشان منفعتكم الخاصة بتحاولوا خلق أعداء والحرب معهم داخليا. ليش مين أنت حتى تحكي معي هيك وبهي الطريقة؟ اسمع، أنا ما بشتغل لحساب حدا، وبحياتي ما بعت مبادئ، وما خدعت أي حدا، وما استعملت حدا، ولا عملت أي شيء وندمت عليه بعدين. ما قتلت الناس الأبرياء، وما فرقت بين الناس بأنه واحد غني وواحد فقير. ما خفت من أي حدا، ولأني ما بخاف ما دخلت الخوف بقلوب الناس. وفوق كل هذا ما عملت ولا شيء سيء، لأنه الآخرين ما عطوني حقي. أنا لقيت مكاني بالحياة ورح أبقى فيه للأخير. خدعنا، حركوا. Thank you.
الحمل اللي بدكم اياه مني. اختفي. شو؟ روح بسرعه. عبد الحي، ما رح انسى هاللي عملته معي طول حياتي. وين سافر عبد الحي؟ راح معلم. لوين راح عبد الحي؟ ما بعرف معلم. شلون ما بتعرف عبد الحي؟ شو الزلمة ترك سلاحه وهرب؟ الحمد لله على سلامتك البير. شكرا يا معلم، حطيتكم موقف كتير محرج. ولا يهمك معلم. وظافر ظافر هرب، بس اذا بدك انا بعرف وين لاقيه يا معلم مراد. خليلي موضوع ظافر لالي. بتنظفوا المكان منيح وبتقيموا الأسلحة معلم. وهدول رجال لألك البير. كيف حالك مورو؟ بخير بدر بيك، وانت؟ مزعوج منك شوي يا مورو. مراد على مدار عم يضغط علينا كتير. خير؟ أخذوا شاحنتنا والخمسين مليون اللي فيها، وأنا ما بتهمني المصاري. اللي مو منيح بالموضوع إنه نطلع بسواد الوش الدام باختيار. مبلغ بيستاهل. لسه ما شفت شي يا مورو، على طول عنا صفقات. ما بيبعتها بختيار بشكل أكثر أمن؟ بختيار بيوصلها للحدود، وأنا مدبر الأمور لإسطنبول. بس المشكلة بعد ما تمرق من كيبزة شو الحل؟ والله يا بدري بيك، نحن رح ندبر الأمر، بس لازم نحصل على إذن من الإدارة العليا. وأنا مشان هيك طلبتك يا مورو. رجع الخمسين مليون دولار من مراد وخذها إلك، ومن اليوم رح تصير حصتكم من الصفقات 5%. عليل. شلون قليل؟ الرقم كبير. طالما انه مراد على مدار بيعرف، يعني طالع ريحتها، الكل رح يصوب على جميع الشاحنات اللي جاية من اسطنبول. بدي 10% يا بدر بيك. انت خذ اول شيء 50 مليون، ونحن رح نتصرف ونتفق معك، وبوعدك ما رح تكون الا رضيان. عبد الحي اللي انقذني من الموت. أنا قلت لك خلص من البير، وأنت رحت واستعملت مراد على مدار كطعم، وبعد عم تقلي إنه لولا عبد الحي لكنت متت؟ وهي أنقذنا حياتك مرة تانية. عبد الحي من رجالكم؟ لو إنك ما فضحت كل شيء وما كشفته هو من زلمنا. وكيف رح تدبره لألبير؟
رح اقول انه اشتباك مع متمردين والزقها فيك. الزقها ما بيأثر علي، انا اصلا ما بترك عمل بنصه. ظافر بعد لك شوي عن مراد، انا زارع زلمه بيناتهم. عندك رجال بيناتهم؟ مراد لساته عايش؟ ظافر مو كل شي لازم يصير مثل ما بدك، انت عم تغير كل الامور. انا ما بعترف لا بالوظائف ولا بالخطط، ماني موظف عند الدولة، انا بشتغل على كيفي، بقتل اللي بدي اياه وبترك اللي بدي اياه. بدك تدفع الثمن غالي. بيقولوا البيت اللي ما بيدخله شمس ما بيفوتوا دكتور، هذا حقكم يا اخي. تعبت كتير جوا بالسجن يا دكتور، لا تقلي انت التاني ما عندك اوامر. قلبي خد نفس زفير، كمان نفس زفير منيح. شفت كيف النفس طلع شايف كيف عم بيصفر؟ كبدي قلبي سأقول لشوف. انت بتدخن شي؟ زماني دخنت. هلأ عم تتعاقب على اللي كنت تعمله، ما عندك مشاكل؟ ولك الله يلعن اللي عطاك شهادة مراد. حبيبي مراد دخيل روحك انت. ما عاد فيني شي هلأ، طبت. مشان تصدق مشكلتك نفسية، مشان الله لا تعاملني مثلي مثل المجانين. استغفر الله يا خال، اذا بقلك هلأ بدنا نطلع بتصير بتركض مثل الغزال، رح تركض من هون للمطار. اذا ما كانت المشكلة نفسية شو بدها تكون؟ لا انتو مو مصدقين، بس ما عاد لي طعمي مثل اول. الله الله، ليش؟ والله بعد هالعمر مليت من الحياة كلها حبيبي مراد. السجون ما عادت مثل اول، انت لحالك، لا صديق ولا قريب. والله اللي دقته بالسجن هاي الفترة عن مرارة 40 سنة دقتها. بس تعالوا قلن للدكاترة هالحكي. خالي في طريقة واحدة لتخلص من هالمكان، انه نطلع مع بعض بس لبرات البلد، وهنيك منعرضك على الدكتور اللي بدك اياه. وشو رح يفرق هنيك يا عزيزي مراد؟ صحيح هون سجن مسكر، بس هنيك سجن مفتوح. على قليلة بشوفك هون، هنيك مين بيعرف كيف رح تمرق الأيام. والله أنا زعلان عليك يا خال. ما في داعي للحزن أبدا، انت عليك بس تزبط لي أمر نقلي للمشفى ويهتموا فيه وبيكفي. لا خال، أكيد مالي من شي تاني. الحقيقة هاي الحالة النفسية اللي عم تحكي عنها مو فايتة براسي بنوب. حبيبي مراد، أنا تقاعدت من هديك الأمور يلي بتعرفها، معقولة تكون هي السبب؟ شو رأيك؟ احكي هيك من الأول، مشان هيك أول ما تسعول ببلشوا بعينوك. لا يا ابن أختي، هيك رح تزعلني منك. ها لا تقول هيك خال، هلأ لو كان في وحدة حلوة قاعدة معك هون ما كنت نطيت مثل الأحصان؟ وعم بتقول إنه هذا المشفى رح يكون منيح لإلي؟ وضعك النفسي شو رأيه بالموضوع؟ رجاء يا مراد لا تخليني مع المجانين هون، اعمل اللي بدك إياه، أنا تابع لإلك. طالما قلت أمر نفسي يعني أمر نفسي. لك بسرعة شو بدي قبل ما تسكر السماعة بوشي. ليش أنا أنت سكرت التليفون بوشيك؟ أنا ما بعمل هيك شغلات وخلاص. بغلطت معك بشي؟ مراد بترجاك لا تبلش مرة ثانية. بشو؟ اسمع شو بدي. بقدر شوفك؟ بعرف إنك كتير مشغول ومعجوق وما عندك وقت لحتى تشوفني، بس
امتى ما بدك انا جاهز ناطرك. عم تحكي جد؟ ماشي رح اجي. معقول انه تصير هالمرة؟ بتعرف وين الرئيس هلا؟ بأنقرة. يعني ساويتونا طعم وحطيتونا بالسجن، وجوات السجن تركتونا من دون حماية. حسين انت ما عم تحكي باسم الارهاب، انت هلأ حر. انت اللي طلعتنا؟ سلامة ظافر، مين بيطلع مين؟ عقال. معناتها هالمرة فتحتوا له الطريق لهالوقت. الدولة ما بتعطي الطريق، بتفضي الطريق، والطريق فاضي، والمؤكد انه ظافر طريقه مستقيم. بدو ايانا ننضم له؟ وشو رأيكم فيه؟ حقاني برتاح له كتير. وانت؟ انا جيت لحتى اسأل الرئيس بس حضرته مو هون. ظافر شخص قادر على التخطيط، وفي فائدة من وجودكم جنبه. هذا أمر ولا نصيحة؟ هاي نصيحة الرئيس، ما في أمر بنوب. فهمت يا حسين؟ هاد واجبك، لا في تقاعد ولا في استقالة. امتى رح يجي المازوت شريك؟ بالطريق ميماتي بيك. معلم بدك يعني شوف الطريق؟ من امتى تعلمت السباحة عزات؟ انا سباح من زمان معلم، طالما ماني واقف فما في مشاكل، بسبح لاسطنبول بنفس واحد، بس اذا وقفت اكيد بغرق معلم. اغرق وين ما بدك بس ما تغرق قدامي. ماشي فهمت، حاملة جاية معلم. انجي انت بخير؟ انجي 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 استفرغتي؟ انت تعبانه شي؟ لا ماني تعبانه. انت عم تسالي من فتره، شو رايك تروحي على الدكتور؟ ماني مريضه كمال. الحق اللي عم يسألك. أنا حامل. عيدي؟ عم قول إنه أنا حامل بس قررت سقط. بلا مزح إنجي. أنت اللي بلشت بالمزح. أنا ما بدي أجيب ابنك. أيوة قلتيها بلسانك، هذا ابني مو حقك تسقطيه. ومفكرني رح أسألك؟
احكي معي منيح لو سمحتي. شو رح تساوي يعني؟ انت شو فكرة حالك؟ ما بيصير تديري ظهرك لما بتحكي معي. انجي اسمعيني، عم بتقولي انك حامل، وانت بتعرفي من امتى نحن عم ننتظر هالشي. ما بيصير هلا تروحي من بين ايدينا مشان عنادك. ما في شي اسمه نحن كمال، انا بس عم بستنى يتسكر ملف القضية حتى نطلق. ما في نحن ولا طفل. هالقصة ما رح تتسكر. شو يعني ما رح تتسكر؟ اذا بتقتليلي ابني رح اقتلك، ورح خبر المدعي العام بكل شي. هيك لكن يا وعطي. زوقي بقى زوقي حيوان. انت مين بتفكر حالك؟ مين؟ زوقي بكفي، خلصنا بكفي. والله اجيت مشانك لهون يا بولوت، وما رح اجي مرة تانية. وليش يا فؤاد بيك؟ بعرفك بتحب البحر. بولوت، وكأنه هو حلو معاجبني، المينا والعمال والحاويات والبواخر، وفوق كل هذا ريحة هالمكان المقرف. شو بدنا نساوي؟ الأماكن النظيفة ما بتجيب مصاري. حبيبي، قصة كسب المصاري بتقرف حياتي. عنا أموال بتكفينا لأجيال، لا أنا ولا إنجي في عنا أولاد. معقول حدا غيرنا ياخد أموالنا بعد ما نموت؟ احكي مع أبوك هذا الحكي. كأنه بينحكى مع أبي. والله أنا كتير زعلان على هالبنت. يا زلمة قلت لها ألف مرة ما تتزوج من هذا الحقير. ايه انجي، ما تبكي. شو؟ ماشي طيب، أنا جاي هلأ فورا. يلا مع السلامة. فؤاد بيك شو صار؟ هالحقير ضرب أختي إنجي. خبر أبوك فورا. نهرب بعز النهار، شو لو سمع أو شاف أو خبر عنا حدا؟ من زمان الخوة كنا ناخدها بالسر. هلأ ما في فرق بين الليل والنهار، طمن أنا مرتب كل شيء. إذا ما مسكت المصاري بإيدي ما رح صدقك يا شريك. ما في ثقة بالناس يلي بيشتغلوا بهيك شغلة. جيب تحيه. إذا بتطاولي مرة تانية رح أقتلك. عم تسمعيني منيح؟ رح أقتلك. دعي لربك إنه ما يصير شيء للولد. افتحي الباب. إنجي افتحي الباب. إنجي عم قلك افتحي. Thank you.
عم تضرب مين ولك؟ ها؟ ضرب رد ضرب ضرب عم تتقوى عن النسوان يا نص سلامي ما هيك؟ عم تتقوى عن النسوان؟ ضع يا حريمة ضع فرجيني حالك إذا كنت زلمة لا تخبى مثل الحريمات اسحب رجليك لك مشي الحال هلا خلص حبيبي خلص 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 بعتذر يا بيك انت ملاحظ حضرتك رفعت ايدك على بنت مين؟ بشو هددت بنتي؟ هددني انا لشوف انا ما هددت يا بيك انا بس حبيت ما تروح الولد ونبدأ حياتنا من جديد اللي لشوف بشو هددت بنتي بس قلت لها إذا بتروح الولد رح خبر عنا قلت بلكي تتراجع بالرغم من تهديدك هاد بتعرف ليش ما قتلتك لا والله يا بيك لأنه أنت أبو حفيدي بابا إنجي الولد رح يبقى صدقني إذا أخوك بيغلط مرة تانية رح يكون حفيدي بلا أب ما رح يعيدها لا تزعلي حبيبتي لا تزعلي أبدا أنا خالي الولد وعمه يلدز فما أنا محتاج لأبوه بكل الأحوال ما رح يصير شيلوه على المشفى بعدين بعدين رح نوزعها على المحطات تفضل لا يا شريك شفت اللي بدي اياه رح شوف شو رح يصير بالمكتب حاضر ميماتي بيك عزت جيب المصاري من المحطات وتعال حاضر معلم
وصلوا كمال بيك على السيارة. سمعت شو عم يحكوا جوا؟ هي آخر خطأ له. كون أخ لأخوك. إذا غلط مرة تانية عنده أخ رح يساوي اللازم، بس إذا لمست أخي مرة تانية رح أدفنك بتيابك الوسخة يا بولوت. سمعنا من هالحكي كتير وتعودنا. انتبه على دنبك يا زميل. بدك احكي ولا بتحكي انت؟ ما بعرف. معناتها خليني انا احكي. عم بسمعك. انت بنت حلوه يا هدى، حلوه لدرجه انه ما فيني اتركك وامشي، وانسانه طيبه، بس في حدا تاني بقلبي. يلي كنت حبها وراح ضل حبها، ويلي ما راح خونها بحياتي، يلي كنت مقرر ما خونها وراح عايش كل حياتي بدون ما خونها. رهف؟ اي رهف. رهف حبيبتي، عمري، الجرح اللي ما عرضته على اي طبيب. رهف، ما بقدر احط مكانها حدا بنوب. بس رهف ما لها موجوده. رهف دائما موجوده. نحن ما بنحب الاحياء وبس، بنحب الاجداد، الماضي، الأوائل والأواخر، منحبهم حتى لو ما كانوا معنا. منضل منحبهم يا هدى حتى لو ما كانوا موجودين. قضيت مع رهف سنين طويلة، حبتني كتير، وهلأ هي مالا معي. شو اللي تغير حتى بطل حبها؟ ولهلأ ما تغير شي؟ لا. بس هي ما عاد ترجع مرة تانية. بس هذا مو معناته انه ما عاد نلتقي. اذا كانت هي ما رح تقدر تجي، انا رح روح. انا انسانة كتير عنيدة وبحب اني استنى، بس انا بحياتي ما استنيت شي عالفاضي. ما بقدر اني حارب خيال. رهف مو خيال. انا ما قلت هيك لاجرحك. تعتقد انك اذا حبيت شخص لهالدرجه غلط انك تفكر تحب مره تانيه؟ لا مو غلط، بس صعب. ما بدي اياكي تحزني. وقت تركت رهف ورحت كنت بدك اياها تحزن؟ ارجوك لا تجرحيني. اسمع، احيانا الشخص بيجرح من دون ما يقصد. اسمعيني، ما رح تكبر هاي الوردة على ترابك، وعلى ترابي انا انت رح تدبلي. وكيف بتعرف؟ انت بتعرف كل شيء؟
بتقدر تعرف كل شيء بده يصير بعدين؟ طبعا لا. مراد، انسى انه الوردة رح تدبل بالتراب. صاروا عم يزرعوا الغابات بالصحراء. هذا منيح، بس انا ما بدي اللي بيعملوه البشر، بدي اللي الله بيعطيه. الله اللي وهبك هذا الحب، ما بيجوز انه كمان وهبني اياه؟ بيصير يكون في حبيبين بقلب واحد؟ لا ما بيصير. ليش عم تضحك؟ اتذكرت شغله مشان هيك ضحكت. اتذكرت نكته مره حكولي اياها عن مشفى المجانين. قال كان في واحد عم بيغني، ولما وصل للمقطع يلي بيقول بالغنية ما بيجوز حبين بقلب واحد، ردوا عليه كل المجانين مع بعضهم بيجوز. شفت قديش حلوة وانت عم تقولها؟ انا مجنون. مليون دولار. الله يزيد ويبارك. حبيت هالشغلة. وأنا حبيتها معلم. شغلة من الدرجة الأولى. شو رح نساوي بالمصاري؟ رح ناكل ونشرب فيهم. إيه معلم. شو جنيت عزات؟ شو رح نساوي فيهم؟ منحطهم بالبنك. كل ما كبر المبلغ رح يكبر الربح. لكان يا شريك أنا رح حط 51% وانت 49%. في شي مشكلة؟ لا لا. مثل ما قال عزت، انت شريك من الدرجة الأولى. تمام. هدول قوائم بأسماء الجمعيات الخيرية، 40 جمعية. كل جمعية من هدول بدي حول لها مليون دولار. أكيد حضرتك عم تمزح. لا أنا ما بمزح أبداً، وأنا ما بتراجع بكلامي أبداً يا آنسة. بس هذا رقم كتير كبير. كبير بالنسبة لكم، بس هي خطوة صغيرة للإنسانية. وهلأ أكيد في 50 مليون تانية رح تكون على الطريق. بس كنتوا على الأقل خليتوهم بالبنك شهر ولا شهرين مشان تزيد قيمة الفوائد والتبرعات. فكرة منيحة، بس والله بيذبحني المعلم. ما فهمت. عم قول انه الرجال بيحكي كلمة واحدة بس، وشي تاني انا بعوض الملايين بسرعة. خلص على راحتك. رمضان خلص، امتى فينا نحتفل؟ روحوا قولوا لهذا مراد علم دار مورو بيسلم عليك كتير وبيقلك بده منك مليون دولار. يا المصاري يا روحكم. معلم هلا مراد على مدار بيفهم من الكلمة والتهديد؟ أنت وصل له رسالتي، كيف ما بيفهموا لك؟ وإذا ما فهم وقت منقتله بيفهم. يلا أنا بتشكر متابعتك لخروجنا من السجن. ما في داعي للشكر يا صديقي، لازم اللي كانوا سبب حطكم بالسجن هن اللي يستحوا من نفسهم ويخجلوا. مين هدول الشباب؟ أبناء الوطن، كلهم لأجل هالوطن وحاطين حياتهم فداء لهالوطن. ظافر، كأنك رجعت لعادتك القديمة وشكل جماعتك من جديد. اسمع يا صديقي، لو تركت هدول الشباب هن ما رح يتركوني. وكيف لا يتركوني؟ ما رح يلاقوا حدا يدلهم على الطريق الصحيح، وما في حدا رح يخبرهم بالحقيقة. بس بحكم انه هذا معسكر للطلاب، فاللي بده يطلع من هون رح يخبر. من مين اخذت الاذن لحتى تدرب الشباب بالمعسكر التعليمي؟ بعد ما اخترنا هذا الطريق ما رح نسمح لأي انسان يوقف وشنا. مكاننا واضح، اللي قادر يطلعنا من هون يجي يجرب.
نحن عم نخدم من زمان، واللي خدمناهن عم يقدرونا على كل شيء. شو بدك مني بالضبط؟ هدول الشباب لساتهم أغرار، لساتهم صغار. هدول الشباب أبضايات، لازم يتدربوا ويتربوا على إيد شريفة. برأيي هنن بحاجة إلى قائد مثلك. شوف صديقي ظافر، أنا دربت عالم كتير، بهالطريقة هاي ما بزبط حكيك. ماشي، تعال ورجينا شو عندك. بالتعليم والتكتيك ووضع الخطط وحسابات ومحسابات، ما بتمشي هالأمور معنا هون. لمعلوماتك أنا كنت موظف عند مراد علمدار، وما قبلت حدا لهلأ، بس أجيت مشان أشكرك. وهلأ لو سمحت لي، في حدا لازم أحكي معه. نحن حبينا نشوف مراد علمدار بيناتنا، بس للأسف بدل ما يكون معنا صار يوقف بوشنا. مصاري نزعته كتير.